عنوان لايف النهارده، ما قدرتش استنى بالليل عشان الحلقه. احنا عندنا حلقه كمان بالظبط 4 ساعات من الان على قناه وطن تردد 12687. ما قدرتش ان انا استنى للحلقه ليه؟ انا لسه دلوقتي حد ما من النساء مكلمني، وانت عارفين انا ما بتاثر، بتكلم على طول. بصوا الفكره، اما نيجي نتكلم عن العلاقات السامه في حياتنا، فاكرين المحاضره دي وفاكرين الفيديو ده هتلاقوه موجود في بتاع حوالي 3 4 فيديوهات عندنا على العلاقات السامه والعلاقات اللي من الناس المؤذيه في حياتنا. ارجعوا لها. الناس اللي بتتعرض في حياتها لناس قرابه، بتقول لك طب دول قرابه درجه اولى، ولا ده حد انا لازم اتعامل معاه يوميا، ولا الكلام ده جيتش اتجوزت انا والجو مش عايزه اقول لكم تلج، وحد اتعامل معاه يوميا فانا مش هعرف ان انا ابعد ولا كده. لكن نعرف نحيد العلاقه. لو هي قرابه درجه تانية ولا درجه ثالثه، سلام عليكم، عاملين ايه، اخباركم ايه، احنا كويسين، شكرا وعليكم السلام. ما بخليهمش يتدخلوا في حياتي، بحط حدود فاصله كده وخطوط حمراء كده، محدش يتدخل في حياتي ولا حد يتدخل ياخد قرار في حياتي الخاصه او في اموري الخاصه، شكرا. ده جزء. طيب لو هو اب اخ ام واحنا عايشين في بيت واحد، ولا زوج، ولا الكلام ده، انا هعمل الامر دوت. بحاول اتجنب المواضيع اللي عليها مشاكل، تمام كده. وتاني حاجه بحاول ان انا ما تعرضش الامر هيحصل فيه خلاف، انا عارف ان مش هيجيبوا نتيجه، هم بيأذون، هم بغيتهم يأذونا. والاذى الحقيقي يا في الكلام، يا في التدخلات، يا في النقد، يا اللي في اللوم. اول حاجه بحط حد ان ايه المواضيع، بشوف المواضيع اللي بتجيب مشاكل بتجنبها الا اذا كان فيها قرار يبقى لازم يتاخد قرار. رقم 2، بصوا ما خليش الكلام يأثر عليا، لا، ما خليش الكلام هم لتوصيفك، ولا اللي يقولوا لك يدوك عدم ثقه في نفسك، ولا انك انت انسانه غير، ما انت مالكيش قيمه، لا انا ام فاشله سوى بيقول علي، اصل انا زوجه فاشله سوى بيقولوا علي، اصل حماتي قالت لي، اصل اخت زوج، اصل سلفتي، مالكيش دعوه. ما تسمعيش كلامهم ولا تسمعي تصرفاتهم ولا توصيفهم ليكي، لا يعنوكي اصلا. وخلي بالك من النقطه دي. طيب في بقى، يعني احنا اتكلمنا، وارجعوا للحلقات هتلاقوا الحلقات دي كتيره موجوده على اليوتيوب، الكلمات المؤذيه، الناس اللي بتاذينا ازاي تتردي باسلوب هادي وزي الفل. طيب في بقى حاجه تانية، الحاجه التانية وركزوا معايا فيها، الافوره في موضوع العلاقات السامه. يعني ما هو يا جماعه، ما احنا برضو عندنا ميزان، خيركم مين؟ من خالط الناس وصبر على اذاهم، صح ولا لا؟ من خالط الناس وصبر على اذاهم ديت ايه؟ ما دي في ميزان حسناتي. هو كل حاجه هنقولها هنقطع العلاقه بيها، بس دي علاقه سامه ومضره ليه؟ عشان انا اعرف نعيش يا بني. يعني بص، امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، امر طبيعي، امر طبيعي ان احنا هنتعرض في حياتنا، يا حد عنده الايجو، يا واحد عنده الانا عاليه، يا شخصيه طوسيه، شخصيه نرجسيه، شخصيه هو انا والباقي ورايا الطوفان، لازم نتعرض في حياتنا كده. فالخيريه من خلطهم وصبر على اذاهم، بشرط، ركزي معايا بالله عليك يا كل زوجه وكل بنوته، بشرط ان كلامهم ما ياثرش عليكي بالسلب، وكلامهم يبقى نقطه سلبية تخليك وتشرذمي نفسك، ويبقى عندك نوع من فقد الثقه في نفسك بسبب كلامهم وتوصيفهم الخاطئ، او صح، ملاش دعوه، ملكوت ولا تسمعي كلامهم. طيب الامر بقى اللي تقول لك واحده انا ما بستحملش الكلام، لا استحملي. ليه؟ لان هم ناس اصلا رقم، احنا هم لا يعنوكي، يعني هم لا يعنوكي في توصيفهم، هم ناس ده نظرتهم، ايجو عالي، شخصيه طوسيه، شخصيه كذا، فامر طبيعي ان يحصل كده، مالكيش دعوه بيهم ولا ليكي دعوه بالكلام، ما تخليش الكلام ذات نفسك ان هو ياذيكي بيهم، تمام كده. ده رقم 2. السلام عليكم. السلام عليكم. جوفانليك بقى بتاع الكومباوند، عايزه اقول لكم يعني جوفانليك ده الامن، ناس صالحه، وتسيب المكان وتروح تصلي، ده شيء جاي. طيب النقطة الأهم من دوت كله، قطع العلاقات وقطع الصلات، وهي قرابة، وقرابة درجة أولى، بسبب العلاقات التوكسيك أو بسبب الشخصيات السامة دي، لا، خلي عندك نوع من أنواع الفقه والكياسة والذكاء، خليكي ذكية. أنا بحيد، اسمعوا كلامي، بحيد العلاقة، بعمل حدود، محدش يتعدى عليكي،
محدش يقول لي الكلمه ده، محدش يقلل منك، محد لا اسفه معلش الكلام ده تلزموا بيه نفسكم، لو هي تانية قرابه درجه، قرابه درجه تانية او تالت الزموا بيه نفسكم يخصكم، لكن انا مش ملزمه ان انا اسمع، وانا مش ملزمه انتوا يعني مش مقياسي اللي ماشي على المسطره علشان توصفوني بهذا الوصف، وانا لن اقبل هذا الكلام منكم. كل محدش يتدخل في حياتك. طب لو زوج، لو ام وبناتي يعني تقول لي امي نرجسيه، ام شخصيه متسلطه، امي. طب لو ام ولو زوج ما الام يا امي انت ده كذا وهتحملي نتيجه القرار، بس يا امي الكلام اللي انت بتقوليه ده يأذيني، اللي عماله تقول لبنتها يا اللي ما انتش نافعه روحي تشوفي نفسك، اللي مش هتتجوز ما تري ما حدش بيبص في خلقتك، ايه الكلام ده؟ في ام تقول كده؟ ده انا عماله اقول لك اعملي بنتك ودلعي بنتك وسوي في بنتك، تقومي جايه محطمها لي نفسيا ليه كده؟ ويعني سمعوا الامهات الكلام ده يا بنات، سمعوا الامهات الكلام ده يا امهات، من فضلك من فضلك ارجوكي خلي علاقتك ببنتك علاقه حب، خلي علاقتك ملهاش غيرك، ده البنات غلابه، ده البنات مساكين والله. النقطه الثانيه نقطه لو زوج زوج نرجسي وبتاع، عندك الخطوات عندنا بتاع 8 9 خطوات، الخطوات للتعامل مع النرجسي وارجعي لها، لكن كل القرارات كده بقى يعني، هي القرارات كده ومش عارفه ايه، طب الجو عمال يحدف فيا وانا مش عايزه اقول لكم، مش حاسه بايديا، اسمها لسعه البرد، شوف الايد عامله ازاي. صلى الله سبحانه وتعالى يا رب انه يدفينا بدفء الجنه، قولوا امين. وابتدي ان انا اتعامل معاك، والله انت شايفني كده، تم صلى الله عليه والعافيه يا رب ينجينا، ما اخصش ما يستفزكيش، لان لو استجبتي للاستفزاز بتاعه هو مبسوط قوي فرحان قوي، هو شايفك كده وانت عماله تتنططي في نفسك، وهو عمال يلقح عليكي بالكلام ولا يستفزك بنفسك، ولا الكلام لا اخش معاه في جدال ولا ناقشه، ما بيقتنعوش ما بيقتنعوش. الشخصيات دي شخصيات صعبه، لكن انا بتكلم النهارده على الافوره في توصيف الشخصيه، واحنا كل حاجه هنقطعها، واحنا كل حاجه هنقول لا ده كذا ومش راضيين ومش هنعمل مش هنعيش وحدويين بقى، كائن وحدوي ولا ايه؟ ونعيش في توحد لا طبعا، اتعامل بس امنع الاذى عن نفسي واعمل حدود، ادعو الله سبحانه وتعالى تعالى الكلام اللي انا بقوله لا افوره في الامر واعيش قطع علاقات، ولا في نفس الوقت ان انا ناهيه موضوع اللي عايشه في براثن التوصيف الخاطئ اللي هم بيعملوه ده، مصيبه سودة. اما تبقى ام وتعمل كده انت حطمي نفسيه البنت، ده انت الحائط السد اللي بتمنع عنها الاذى سواء من ابوها ولا من الدنيا ولا كذا، ما في ابهات وامهات واولياء امور ما يفهموش حاجه عن التربيه ولا يعرفوا حاجه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام في تعامله كان يا انيس ويتكلم معاه، مع انه ما كانش عمل العمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلفه بيه ما عملوش، وشوف الامر عامل ازاي. هو طبعا في الاول وفي الاخر هو بيبقى توفيق من الله، احنا بناخد بالاسباب، توفيق من الله. ولو زوج يا بنتي حيدي وابعدي وما تستفزيش، انا يهمني في الموضوع ده كله، قلت لك عندك عيال وماليش حاجه ومش هعرف انزل وقت ماشي، وفي صفات وحشه وفي صفات حلوه والاولاد بيحبوك خلاص اوكي، ما تخليش كلامه السلبي ياثر فيك يا مؤمنه، عشان خاطري ما تخليش كلامه السلبي ياثر فيك وتتهز ثقتك بنفسك، تقول لك هو انا صلاتي نافعه، هو انا كده صيامي، يا اختي صلاتك نافعه، هو ربنا هو مش ربنا، هو واحد شخصيته كده قدرت تتعاملي معاه، وكل واحد في واحده تتعامل واحده ما تتعاملش. طيب النقطه الثانيه اللي حابه اتكلم فيها الموضوع، الفيديو اللي جالنا، السؤال اللي جالنا ان هي كانت مخطوبه وعملوا الخطوبه الفرح النهارده وصبح تاني يوم فسخوا الخطوبه وقال انا مش عايزه اكمل وعايز الشبكه، وانا قلت لو الشبكه هو حاططها على اساس مهر بياخد مهره، لو هي اللي على اساس هديه لا خلاص. طيب تقول لك لا طب ما احنا اتكلفنا، جميل حلو اتكلفتوا بتشيلوا ثمن التكلفه اللي انتوا اتكلفتوها يا ابن الحلال، ثمنها كذا مثلا بثمن خاتم او بثمن، شلنا الخاتم من قلب وخد بقيه شبكه، انت ذات نفسك مش هتقبلي ان انت تاخدي حاجه من واحد وتستحوذي على بنيه، لا ما هو زي ما كدني صحيح مأذيه وصحيح كذا، خدوا ثمن الحاجه اللي انتوا عملتوها في الفرح وكلفتوها واخصموها من الذهب والحاجه وادوا له ذهبه يا بنتي، وادوا له حاجته، لان بيبقى غلطان هو يتحمل نتيجه، وانت ما اعتقدش ان في بنت ترضى ولا هتقبل ان هي تاخد حاجه من 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 زوجها مثلا ولا حاجه من خطيبها او اللي كان خطيبها في يوم من الايام بسبب ان هو عمل مثلا، قال انا مش عايز، الف سلامه حبيبي الف سلامه، بس احنا اتكلفنا قرشين ادي احنا ثمن القرشين شلناهم كلفتها ثلاثه، لكن لو هو قايل ان دي هديه ساعتها بقى في ما بتترد لانك انت سبت، لكن لو هي من المهر ومعظمهم بيبقوا كده داخل جمعيه وبتاع جايب ب 1000 دولار ذهب ولا ب 2000 دولار شبكه، يعني كتير يا شباب كتير يا جماعه عليهم،
خلاص كل شيء اسمه نصيب، وانت لن تقبل، نفسيتك مش هتقبل انك تاخدي حاجه زي كده. شيلي يا بنتي القرش والقرشين اللي اتعمل بيه الفرح، وادي له يا بنتي ذهبه، ادي له ذهبه حسبه لله، وادي له كذا والف سنه، وربنا يعوضك خير منه ويعوضه خيرا منك. تمام كده، سعدت بيكوا، القاكوا بعد بالظبط 4 ساعات من الان، 4 ساعات الا ربع، 4 ساعات من الان على قناه وطن بحلقه جديده من بيوت منوره. حلقتنا النهارده مع الاطفال، يلا خلوا اطفالكم يتصلوا، القاكوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.